خرج السلفيون لاعتلاء المشهد بعد الثورة، فباتت مظاهراتهم هي عنوان يضعون وينشرون فيه تصوراتهم لدولة إسلامية متشددة يقطع فيها أذن العابث كما حدث في الصعيد، ويندد فيها بكل من هو من نظام مبارك القديم، حتى لو وصل الأمر إلى المطالبة بتغيير شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وجعل المنصبين بالانتخاب. المنتقبات من السلفيين يرفضون خلع نقابهم للتعريف عن هويتهم داخل الجامعات المصرية وفي وقت الامتحانات، وفي النهاية يأخذ السلفيون جرم حرق كنيسة العذراء بمبابة وهدم كنيسة أطفيح في حلوان والمطالبة بهدم أضرحة أولياء الله الصالحين. في قطاع من السلفيين يعني تورطوا، ممكن يكون بحسن نية أو عن جهالة، في تنفيذ مخطط للثورة المضادة. لابد من وقفة حازمة. الذي ينقذنا من هذه الأزمة هو تنفيذ القانون بحسب على كل الناس بدون تمييز. يعني هم ما لهمش علاقة بأجهزة أمن الدولة السابقة أو بفلول النظام؟ لا طبعا، من المعروف أنه قطاعات كبيرة من التيار السلفي كانت تتعاون مع مباحث أمن الدولة لمدة سنوات، وهذا الكلام هم نفسهم قالوه. يعني يؤكد المراقبون بأن السلفيين يعودون لست أحزاب تحت التأسيس الآن لدخول معترك السياسة في مصر بعد أعوام طويلة من العزلة والعمل تحت لواء نظام مبارك البائد، حيث كان السلفيون هم أصابع أمن الدولة التي تتحرك في الخفاء لإرهاب المصريين بأكثر من طريقة وفي أكثر من واقعة، لعل أشهرها قصة كاميليا المسيحية التي قالوا عنها أنها أسلمت وذهبت لتختبئ لدى رجل سلفي مرشد لجهاز أمن الدولة المنحل ليصنع النظام فتنة في مصر تأبى أن تنطفئ، يجد فيها بلطجية النظام السابق مرتعا لتنفيذ مخططات نظام مبارك الفاسد. هم يبحثون عن سلطة يعني؟ هم يبحثون عن دور، خاصة أن الثورة رفضتهم. الثورة لا تريد مثل السلفيين إلا في حالة واحدة، إلا إذا تحولت السلفية إلى حالة نقضت ذاتها، قامت بمراجعات كشبيهة للمراجعات الإسلامية، ليس كشبيهة في نبذ الراديكالية ولكن في نبذ الفكرة الأساس، في نبذ أفكارها التي لم تعد صالحة مع المتغيرات السياسية والمتغيرات الاجتماعية، أن تقوم بدورة تنموية، أن تقوم بدور نهضوي، التواصل مع الآخر، القبول بالتعددية، القبول بالديمقراطية، القبول بالدولة المدنية، كل هذه الأسباب تؤدي نتيجة واحدة والتوائم والتلاؤم مع طبائع ومع التيارات السياسية الموجودة الآن التي ليس لها بذور في الماضي. عندما قتل أسامة بن لادن كان للسلفيين وقفة وتظاهرة كبيرة أمام السفارتين الأمريكية والإسرائيلية بالقاهرة، يقولون في رسالة مفادها نحن قادمون ولن نسكت عن أي تجاوز بعد اليوم. جايين نحتفل بشهادة الشيخ أسامة بن لادن ونقول للعالم كله وأبابة أولهم أن أسامة لن يموت. أسامة مليار وربع، ونبعث رسالة لأسامة نقول له أن السلفية والإسلام ليست إرهاب، أنتم الإرهابيون. أسامة بن لادن ده شعار المجاهدين، أولا حاجة الأمة ولادة، ميدان التحرير ده كله أسامة بن لادن، القاهرة كلها أسامة بن لادن، كل الدنيا. هقول حاجة لأوباما، أوباما أنت جبت في وقتها، أنت عايز تعمل فوضى في الوطن العربي، تدخلنا في أسامة، أسامة ميت بقاله فترة، أسامة كان عنده فشل كلوي وإحنا عارفين، ميت بقاله فترة، ولا في ده فيلم عامله عشان تعمل فوضى والوضع ما يستقرش في أي دولة. السلفيون يريدون اعتلاء المنابر، السلفيون يريدون تطبيق الحدود الشرعية دون محاكمات، السلفيون يريدون أن يحكمون البلاد بالحديد والنار. السلفيون قادمون في فوضى ما بعد الثورة، ولكن يبقى سؤال، أين هو دور الثوار في إنجاح ثورتهم؟ منى عشماوي، الجديد من القاهرة.